الشواطئ اللي غير ممكن باش ننظموهم. حتى وفي الشواطئ كاين شيء شويه يهمنا، لان احنا الفيروس هذا يكون في مكان مغلوق الفيروس، او يكون فيه لاكليماتيزاسيون يتحرك وينتقل من شخص الى شخص. في الشواطئ ما كانش مشكل، شواطئ في الهواء، وحقيقه كنا خايفين، لكن 15 يوم بعد، واكثر من 15 يوم، رانا في اكثر من شهر الحمد لله، الارقام اصابات زايده تنقص. اذا كنا خايفين لكن درك الحمد لله.